كهرباء كهرباء. كلما اندلع حريق في مكان في العراق يواجه رجال الإطفاء صعوبة بالغة في التعامل معه، لأنهم في حالات عديدة حساسة غير مزودين بالمعدات الحديثة والمؤهلة لإخماد الحرائق تحت مختلف الظروف، وذلك يؤدي في أحيان كثيرة إلى خسائر في الأرواح والممتلكات كما حصل في مستشفى ابن الخطيب ليلة السبت. ضابط في الدفاع المدني يقول ليو تي في إن فرق الإطفاء تعمل بإمكانيات متواضعة، فهي مثلا تواجه مشكلة في التعامل مع حرائق المباني العالية، إذ أن خراطيم المياه المتاحة ذات قوة دافعة منخفضة لا تكفي لبلوغ الطوابق العليا من المباني العالية التي انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما أن مديريات الدفاع المدني لا تمتلك الطائرات المروحية الخاصة بمكافحة الحرائق الخطيرة، بل أن فرق الإطفاء تعاني أحيانا من نفاد الرغوة المستخدمة في إخماد النيران فتضطر إلى استخدام المياه العادية. كارثة العراق في إجراءات السلامة غير مقتصرة على أداء الدفاع المدني، يقول الضابط، فهي تشمل الإهمال في التأسيسات الكهربائية على سبيل المثال، ولهذا السبب تؤدي التماسات الكهربائية إلى حرائق متكررة في المباني والأسواق والمصانع. أما المشافي فإن امتلاء ردهاتها بقنان الأكسجين في زمن كورونا هو كارثة بحد ذاته كما يعبر الضابط، لأن أي سوء استخدام أو تخزين خاطئ يعرضها لانفجارات تقود إلى حوادث مأساوية. كل ذلك والكلام للضابط يوجب على وحدات السلامة في مؤسسات الدولة كافة إجراء مراجعة شاملة وجادة لخططها وإجراءاتها، لأن الكارثة أكبر من فاجعة المستشفى وتمثل خللا هيكليا يشترك فيه المواطن وأصحاب المشاريع والأسواق في أحيان كثيرة.